اهلا بحضراتكم مره ثانيه. لازلنا في متابعه اخباريه لكافه الاحداث في مصر. بجدد التحيه بضيفتي الكاتبه الصحفيه الاستاذه امل فوزي. وكنا قبل الفاصل بنقرا على حضراتكم البيان اللي ورد لنا الان من الدكتور احمد كمال ابو المجد، وكان في عده نقاط خاصة بما جاء من بيان للدكتور بشر، وكان في عدة مطالبات من أهمها ننتظر رد رسمي من جانب الإخوان يحدد موقفهم من المبادرة، ويجب أن تؤكد الإخوان من خلال البيان واضح التزامها بالتوقف عن سياسة التصعيد التي تتبعها الإخوان ستكون مسؤولة عن كل تراجع في المشهد السياسي القائم يترتب على سياسة التصعيد، وضع الجماعة في مواجهة حقيقية مع سائر قوى شعب مصر. مواجهة الجماعة مع سائر قوى الشعب مكتوب عليها الإخفاق فضلا عما تؤدي إليه من أزمات. الوصف الصحيح للجهد الذي يبذل حاليا هو سعي لإنهاء حالة التصعيد التي نعيش فيها جميعا. يجب تقديم تنازلات وضمانات في مقدمتها الاعتراف بسلطات الحكم الثوري القائم والتعاون معه. يجب الاعتناء بالشباب الذي هو القاطرة الأولى في عملية عبور الفجوة التي قامت بين أمجاد قديمة. العمل على تحويل الشعارات الثلاثة التي أعلنها الثوار، وهي الحرية، الديمقراطية، العدالة الاجتماعية، سيادة القانون، إلى حقائق. ننتظر من الأطراف الأخرى في هذا الحوار أن ترد على تساؤلاتنا ردا يحمل كل عناصر الصدق والوضوح. معنا على الهاتف للتعقيب الدكتور أحمد دراج، عضو الجمعية الوطنية للتغيير. مساء الخير يا دكتور. دكتور أحمد، تعقيب حضرتك على ما جاء في بيان الدكتور أحمد كمال أبو المجد. الحقيقه البيان بتاع الدكتور احمد كمال ابو المجد هو بيان يعني اشبه بمحاوله يعني تسيير الامور، لكن انا شايف ان هو بيان مش على المستوى المطلوب ولا بالقوى المطلوبه. انا هاخد عبارات محدده من البيان اللي قاله وهبتدي منها بانه بوقف يعني ان هم مسؤولين عن التصعيد. الحقيقة هم مسؤولين عن ارتباك المشهد السياسي بالكامل، ومش فقط عن التصعيد، لأن التصعيد معنى ذلك أن التصعيد أنه الآن نحن في مرحلة ليس فيها تصعيد، وإن ما يحدث هو نوع من التصعيد والعودة مرة أخرى إلى قواعد الهدوء. الحقيقة أن اللي بنشوفه على المشهد السياسي سواء في داخل البلاد في داخل دلتا او في سيناء هي ليس له اي علاقه هو مصعد بالفعل وموقف ينم عن الارهاب. لابد من اعتراف الجماعه فعلا كما اشار بخارطه الطريق، وبان العمل الذي يحدث هو عمل سياسي، وان هذا الخلاف هو خلاف سياسي لا علاقة له بالدين. هذه نقطة في منتهى الأهمية. إذا لم تعترف بها الجماعة فستظل الجماعة تتاجر بالدين، وسيظل أي محاولة لرأب هذا الصدع محاولات فاشلة، لأنه الخطاب الإعلامي الذي يصدر إلى المجتمع المصري وإلى العالم كله هو خطاب كذوب، يعني خطاب كذوب يستخدم أدوات كلها أدوات غير شريفة في تسويق بضاعة غير نظيفة. أنا أتصور أنه المبادرة يجب أن تحتوي على عناصر أكثر حسما وأكثر جدية. في هذه الحالة يمكن أن نتحدث عن أن المجتمع يمكن أن يقوم بعملية قبول للجماعة من حيث المبدأ إذا تراجعت عن هذه الأفكار الخاطئة. أما الحديث عن وقف التصعيد كما لو كان الثبات على الحال هو مطلب المصالحة، فأنا أظن ده يبقى افتئات على الواقع ومحاولة يعني تحقيق مكاسب من لا شيء. ده تصوري وتحليلي. طبعا هناك نقاط إيجابية لا يمكن إنكارها، لكن أنا أرى أنه المبادرة التي قدمها لم تكشف الحقيقة، لأنه لم تكشف عن حقيقة اللقاءات التي تمت، ويبدو أن اللقاء الذي تم يبدو ان كان فيه ردود يعني مش واضحه، ولكن الدكتور احمد الحقيقه بطريقته وبلباقته بيحاول ان هو
يقفز الى الامام، وانا اتصور انه لابد من مواجهه الواقع اولا باول، ولابد من كشف كل انسان وكل جماعه تتحدث بخطاب من تحت الترابيزه بطريقه ومن فوق الترابيزه بطريقه ثانيه، لابد من كشف كل شيء على الترابيزه للشعب المصري حتى يتصرف الشعب المصري بناء على ذلك. نحن نرى امامنا امر واقع يعني شيء غير طبيعي وشيء غير انساني. الجماعه تروج لافكار تهدم الدوله، ونحن ضد هذا. لابد ان يعترفوا بان هناك لابد من الاتفاق على قاعده وطنيه واحده. اذا لم نتفق على ان هناك ثوابت وطنيه، القوات المسلحه قاعده وطنيه، لا يمكن الاستقواء بالخارج واستدعاء الخارج الى الداخل، هذا امر مرفوض جمله وتفصيلا، ويجب ان يحتوي تحتوي هذه المبادره على هذه القاعده، هذه القاعده الاساسيه القاعدة الأساسية في الحديث. شكرا لحضرتك الدكتور أحمد دراج، عضو الجمعية الوطنية للتغيير. كان ده تعقيب على البيان اللي ورد لنا الآن الخاص بالدكتور أحمد كمال أبو المجد. خلينا نشوف هذا الجزء من جمعية الشبان المسلمين وانعقاد مؤتمر فيها لتيار الاستقلال وكمال أبو عيطة. التوانسة يقولوا الشعب يريد غنوشي أكل بالعيد، وأنا لازلت أتوجه إليه بنفس هتاف الشعب التونسي العظيم، أن من قتل بالعيد هو أنتم أيها القتلة، وأن من قتل صديق الحبيب محمد البرهان شهيد الثورة التونسية إن شاء الله دماؤه ستخلص الشعب التونسي العظيم من هذه الطغمة الفاسدة، هذه الطغمة الإرهابية. ولا زال دماء محمد البرهان صديقي وحبيبي لا زالت تبحث عن الصقر من القتلة، لا زالت تبحث عن محاكمة القتلة، وينضم إلى شكر بالعيد نفس الدماء الزكية الطاهرة، لينضموا جميعا في طابور طويل إلى شهداء الثورة المصرية، أبو ضيف الحسين أبو ضيف، الشيخ عماد عفت، محمد الجمال، كل شهداء الثورة المصرية ينضمون بنفس الموكب، يسقطون بنفس رصاصات الإرهاب في تونس ومصر، وإن شاء الله دماءهم الزكية تتحول إلى ثورة تخلصنا من حكم النهضة في تونس. وعايز أقول لكم أنا كنت ممن يقولون بأن عمر النهضة في تونس سيكون أقل من عمر الإخوان في مصر، كنت أقول ذلك لأن المجتمع التونسي أكثر حداثة، أكثر كذا وعي راقي جدا، وكما تعلمون وده مش عيب، يعني أكثرنا حتى محافظاتنا فيها هذا التفاوت في درجات الوعي. لكن أنا أعتقد أن الشعب المصري العظيم رد الجميل للشعب التونسي، كما قامت الثورة التونسية قبل الثورة المصرية بأيام سبق الشعب المصري العظيم الثورة التونسية، وأسقط حكم الإخوان ليكون نموذجا أمام شباب تونس العظيم لكي يسقط حكم النهضة. إحنا شعب واحد، وهتافات الثورة التونسية اللي سمعتوها تتردد في مصر، تتردد في ليبيا، تتردد في كل أصقاع الوطن العربي الكبير، تقول أننا شعب واحد ولسنا شعبين على الإطلاق. وأنا واثق إن انتقال الثورة وتصحيح مسار الثورة عبر أقطارنا العربية سيستمر. أنا بقول لهذا المأفون ان شاء الله هتحصلوا، ان شاء الله هتحصلوا. ايضا للرئيس الامريكي، يعني انت ومعنتك في 60 داهيه وعجزنا احنا. بالمناسبه انا عايز اقول لكم حاجه، ماذا وصل للمصريين عبر 40 سنه من الركوع للامريكان؟ ماذا وصل اليهم من المعونات الأمريكية؟ ماذا وصل للشعب المصري البسيط؟ ماذا وصل للشعب العامل؟ قوى شعبنا العامل دخل جيوبها إيه؟ الخراب. كانت دائما تدور مساعدتكم لمصر بالتوازي مع إفقار الشعب المصري وإذلاله وجوعه وحرمانه من حق العمل وحق الطعام اللي مكفول لمن هو أدنى من الإنسان. دي مساعدتكم طز، مش عايزينها. احنا نستطيع ان نبني بلادنا،
فلوسكم ومعوناتكم الآن موجودة في خزائنكم، خدها الحرامية في النظامين اللي سقطوا خدوها وموجودة الآن في حساباتكم، لا نستطيع أن نصل إليها. نحن لم يصل إلينا شيء من معوناتكم، نحن لم نستفيد من معوناتكم. من استفاد؟ المليارات اللي مقدسة في خزائنكم وهتاخدوها وتستولوا عليها، اتخذت مع عرق ودماء المصريين، دي معدية محطوطة في بنوككم وخزائنكم ولم نستفد منها شيء. فيعني بالسلامة اقول لكم، اما تتابعوا اي معونة من المعونات ديت الامريكية بالذات، المعونة بتيجي القرشين بيقولوا كذا، وبعدين دراسات جدوى امريكية، مراكز امريكية، خبراء امريكان رايح جاي، واراضيهم هنا يصرفوا الباقي. واحنا شفنا ايه؟ ما شفناش حاجة. نطلع من المولد بلا حمص، لا شفنا منهم معونة ولا شفنا منهم فايدة. شفنا بس برامج الاصلاح الهيكلي اللي ساوت في الاخر بيع مصانعنا بتراب الفلوس، وبقاء عمالنا في الشوارع مش لاقيين وظيفة ولا شغل، قاعدين ينضموا الى طابور البطالة. ده كانت المعونة الامريكية. شفنا منهم ايه؟ شفنا منهم رفع الاسعار على الغلابة. شفنا منهم ايه؟ شفنا منهم مزيد من الانتقاص للكرامة الوطنية والاستقلال الوطني. ادي المعونة الامريكية. انتم تستفيدون من هذه المعونات ولا يستفيد منها شعبنا حاجة. مش عايزينها وعالجزمة. وانا بقول رأي شخصي، وان شاء الله يكون رأي الحكومة، ان شاء الله هيبقى رأي الحكومة.